تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، واليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المبدع دائما الأستاذ أيمن. الحمد لله على سلامتك. وفي التقديم معاكم الدكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا عبر الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا اليوم مستمعينا، حاب أذكركم أن لقاحات كوفيد-19 أصبحت متوفرة في هيئة الصحة في دبي، وإحنا في المرحلة هذه راح قاعدين نركز على فئتين مهمتين، اللي هم فئة كبار السن اللي فوق عمر 60 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة. هاي الفئتين إحنا يعني حابين أن نركز على ضرورة أخذهم للقاح في أسرع وقت ممكن. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة. خبرنا لليوم يتحدث عن لماذا لا يشعر بعض الناس بالبرد أبدا. طبعا أنا أعرف وايدين من الناس ما يحسون أبدا في البرد، فخلونا نشوف الخبر هذا كيف يشرح لنا هاي الظاهرة. كشفت دراسة أن 5 سكان العالم يتمتعون بمرونة فائقة مع درجات الحرارة المنخفضة بفضل طفرة جينية، مما يسمح لهم بعدم الشعور بالبرد أبدا. وكان لدى الباحثين في معهد كارولينسكا في السويد 32 رجل أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، يجلسون في درجة حرارة 14 مئوية في الماء حتى تنخفض درجة حرارة أجسامهم إلى 35.5 درجة مئوية. وبعدين قاموا بقياس النشاط الكهربائي للعضلات، وأخذوا خزعات عضلية من المتطوعين لدراسة محتوى البروتين وتكوين الألياف لديهم. ويعد بروتين ألفا أكتينين 3 الموجود في ألياف النتوء السريع داخل العضلات غائبا عن 20% من الأشخاص، وغيابه يجعلهم أفضل في الحفاظ على درجة حرارة أجسامهم. وكانت هذه من دون البروتين تحتوي على ألياف عضلية بطيئة النتوء، اللي يشير أن نوع التنشيط المستمر منخفض الكفاءة الكثافة الموجودة في هذا البديل للنسخة الأسرع من الألياف العضلية، ويكون أكثر فاعلية في توليد الحرارة، وهذا بدوره يسمح للشخص اللي ما عنده هذا البروتين بإدارة الحرارة بشكل أكثر فعالية من الشخص الذي لديه البروتين والألياف الأكثر سرعة. ويعتمد الفريق الذي يقف وراء الدراسة أن هذا البديل الجيني ربما يكون حمى البشر المعاصرين من البرد عندما هاجروا من أفريقيا منذ أكثر من 50,000 سنة. بناء على هاي الدراسة، يعتقد الفريق أن هناك 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم سيحملون هذا المتغير في يوم من الأيام، مما يزيد من قدرتهم على تحمل المناخات الباردة. في النهاية طلع الموضوع طفرة جينية في الأشخاص اللي يقولون إحنا ما نحس بالبرد أبداً، ف
فمن خبرنا لليوم ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا مع اسم الجناحي اللي راح تعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم دكتورة وعليك المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا أسماء؟ بداية نقول لهم خميس ونيس وإن شاء الله يعني الجو مغيم اليوم أسماء، الجو وايد مغيم وجميل جدا والجو حلو، لكن نحن ننصح الجميع بالالتزام أيضا بالإجراءات الوقائية. حلو أن الواحد يعني يعرف كيف يعني يتكيف مع التغيرات الموجودة وفي نفس الوقت أنه يستانس. وجود الكمامات ما تمنعنا الواحد يستانس، يعني بعض الملاحظات اللي نشوف قنوات التواصل الاجتماعي لما يقولون أنه يعني متى نشيل الكمامات بنستانس. السعادة مو مرتبطة يعني بالكمامات أو بغسل اليدين، السعادة موجودة في الإنسان نفسه، ممكن واحد يكون سعيد وفي نفس الوقت التزم بالإجراءات الوقائية، اطلعوا استانسوا، لكن أهم شيء نلتزم بالثلاث أشياء اللي هي غسل اليدين، التباعد الجسدي، وأيضا لبس الكمامة. يعني نستانس بس بدون ما نزعل بعدين. مفروض تعودنا أسمع لبس الكمامات خلاص، يعني أحس صار جزء لا يتجزأ، يعني ما أدري جزء من الستايل بالضبط، يعني صارت خلاص يعني جزء من اللوك عنا. إنزين شو عندك بعد عن الأخبار؟ أيضا نحن نذكر بالإعلان اللي تم وضعه من قبل هيئة الصحة بدبي عن لقاح أكسفورد أسترازينيكا، وإنه هو بناء على الدراسات الحديثة من جامعة أكسفورد للقاح أكسفورد أسترازينيكا، والتي بينت ارتفاع فاعلية اللقاح والمناعة المكتسبة مع زيادة الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية للقاح، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، هيئة الصحة بدبي تعتمد 10 أسابيع للفترة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أو للقاح أكسفورد أسترازينيكا. وأيضا نوهت الهيئة أن جميع المستهدفين راح توصلهم رسائل نصية قصيرة على هواتفهم بالمواعيد الجديدة بتفاصيل مواعيدهم من خلال رسائل نصية قصيرة. فلأن بعض الأشخاص كانوا يتوقعون أو يعتقدون أنه 21 يوم أنه آخر دراسات بينت أن 10 أسابيع هي أفضل أو أفضل مدة لأخذ اللقاح حسب الدراسات، وهذا اللي اعتمدته هيئة الصحة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نأكد عليها أن يعني جميع مراكز هيئة الصحة بدبي تعمل بنظام المواعيد للحصول على التطعيم. ممكن يتصلون على رقم المجاني 8342، وأيضا يعني اللي يبغى يسويها بتليفون بدون ما يتصل يقدر يسويها عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي. ممكن الأشخاص اللي يعني تسجيل من خلال رقم الطبي الخاص بهم اللي هو MRN number. أيضا بعد من ضمن الأشياء المهمة إنه يستانسون ولكن مع أخذ الاحتياطات الاحترازية، ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا أسماء الجناحي وتحدثت عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا بنعيدها بعد الفاصل، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع باقي حلقتنا. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة والسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر رسائل نصية القصيرة 4006. قبل الفاصل كانت معانا أسماء الجناحي وحدثتنا عن نقطتين جدا مهمات أنا حابة أعيدها عليكم مستمعين الأعزاء. النقطة الأولى أن الفترة الزمنية ما بين الجرعة الأولى والثانية للقاح أكسفورد أسترازينيكا قامت بالإعلان عن هيئة الصحة وقدرته بمدة 10 أسابيع. طبعا احنا كلنا نعرف ان عشان المناعة تتكون في اجسامنا هناك سلسلة من التفاعلات المناعية، وفي حالة لقاح أكسفورد أسترازينيكا لاحظوا انهم اذا مددوا الفترة لعشرة اسابيع راح يكون درجة فعالية هذه السلسلة التفاعلية المناعية بتكون في افضل حالاتها.
طبعا مستمعين الأعزاء، إحنا في هيئة الصحة في دبي دائما نحرص أن إحنا نكون جدا دقيقين في هذه المواضيع الخاصة باللقاحات، ودائما نحب أن إحنا نتبع كل الإجراءات العالمية والبروتوكولات العالمية في هذا الموضوع. وأيضا أسمى ذكرت أن حتى لو إحنا خرجنا واستمتعنا في الوقت، وخصوصا أن اليوم خميس وبداية الويكند عندنا، ما ننسى المثلث الذهبي لوقايتنا ضد كوفيد-19 اللي هو لبسكم للكمام، حفاظكم على مسافة آمنة بينكم بين الآخرين، وأيضا حفاظكم على نظافة إيدينكم طوال الوقت. ومن وسائل التواصل الاجتماعي ننتقل إلى أنماط الحياة الصحية. يعني إحنا نعرف مستمعين الأعزاء إن نعمة الإبصار واحدة من أهم النعم الكبيرة اللي منحها إياها رب العالمين، وهي أيضا من النعم التي يستلزم علينا الحفاظ عليها، ولازم نتخذ جميع أشكال الوقاية والحماية عشان نحفظ النظر ونحفظ سلامته وقوته أيضا. وعشان نتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، يسعدني يشرفني أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور كاظم العبادي، أخصائي أول في هيئة الصحة في دبي في إدارة حماية الصحة العامة. صباح الخير دكتور كاظم. صباح الخير دكتور كاظم. صباح الخير دكتورة هند. شخبارك اليوم دكتور كاظم؟ نسمعك سامعينك. نعم نعم الحمد لله. والله أنا سعيد بك وسعيد بالبرنامج وال يعني الأمور اللي تعرض فيه من أجل تحسين الصحة العامة في مجتمعنا وتطوير نمط الحياة، وهذه الأمور اللي تخدم الناس وتعيش في حياة سعيدة إن شاء الله. طبعا يعني كل زملائي في هيئة الصحة عزيزين علي، لكن لما استضيف شخص من تخصصي ودراستي أحس يعني بمعزة إضافية دكتور كاظم، فلي الشرف اليوم أنك أنت تنضم لنا ونتحدث عن موضوعنا لليوم اللي هو طب العيون. ونعرف أن هيئة الصحة في دبي قامت على إجراء دراسة في هذا المجال، فلشوي لو تحدثنا عن هاي الدراسة وشو كانت أهداف هاي الدراسة. نعم أنا بالبداية أنا فخور بك وجهدك الكبير. نعم بالنسبة للدراسة، طبعا احنا في هيئة الصحة في إدارة الصحة العامة يعني نحاول أن نخدم المجتمع ونسلط الأضواء على يعني أمور كثيرة منها صحة العيون وجوانب كثيرة، ما نترك شيء يعني بدون اهتمام. في يعني خلال طبعا احنا في سنوات كثيرة عندنا برامج نقوم بها دراسات معينة حتى نفيد المجتمع. احنا في مبادرة كانت في عام 2017، كانت هي عبارة عن مبادرة مشتركة، كانت تقودها او تشرف عليها الدكتورة منال عمران تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وصار يعني تنسيق وتعاون كبير بين الصحة العامة والقطاع الرعاية الصحية الأولية. أجرينا هذه الدراسة. الدراسة طبعا هي عبارة عن تقييم احتياجات صحة العيون في المستقبل، وضعت أسس كبيرة حتى نشوف وضعنا الحالي بالنسبة لصحة العيون. يعني قيمنا فيها الخدمات، قيمنا فيها الاحتياجات، وجدنا فيها الإيجابيات، وجدنا إذا أي ثغرة ممكن وجدناها. إضافة لذلك هذه الدراسة كانت مفتاح حتى تعطي حتى تضع استراتيجيات وسياسات من أجل صحة العيون في مجالاتها المختلفة. تعرفين صحة العيون مو جانب واحد، فيها جوانب فحوصات، فيها أمراض، فيها فئات اجتماعية مختلفة، فيها أعمال مختلفة إلى كذلك. أيضا إحنا حطينا الأسس الآن، بالمستقبل إحنا ممكن هذه الدراسة تعاد، لما تعاد الدراسة حتى نشوف شو مثلا حسننا في جانب المعين، شو أخفقنا بجانب آخر، وهكذا حتى نشوف التطور اللي حصل في مجال الخدمات والأمور اللي مرتبطة في صحة العيون.
وهذا الجميل في تخصصنا دكتور، ان احنا نشوف الموضوع من جميع النواحي، وبالاخص نعم. احنا نركز على الـ كيف احنا يعني نعرف شو الاشياء اللي ممكن تعزز من صحة العيون او تقي من امراض العيون. دكتور لو نعم. تحدثنا شو هي منهجية هاي الدراسة؟ هل اتبعنا احنا اسلوب واحد؟ هل اتبعنا عدة اساليب؟ ممكن توضح لنا هاي النقطة؟ نعم، هذا السؤال مهم جدا، لأنه تعرفين دائما البحوث عندما تنتهجين أسلوب واحد ممكن تكتشفين أشياء معينة، لكن لما تنتهجين عدة أساليب راح تطلعين على أنواع كثيرة من المعلومات وتخدم الدراسة أكثر. إحنا استعملنا في هذه الدراسة بالحقيقة نوعين أو ثلاثة، نوعين اللي هو المعلومات الكمية تنقسم إلى قسمين، ونوع المعلومات النوعية، دراسة المعلومات النوعية. في المعلومات الكمية اعتمدنا على المعلومات الموجودة خلال السنوات الخمسة الأخيرة، اللي منها زيارة المستشفيات، العيادات، مثلا الدخول المستشفى إلى آخره، إضافة إلى المسوحات، لأن المسوحات فيها أيضا معلومات تتعلق بصحة العيون. كل هذه استخدمناها، استفدنا منها وحللناها وعرضنا نتائجها في الدراسة بما يخدم المجتمع. إضافة إلى ذلك لم نكتفي بذلك، طبعا تعرفين يعني المعلومات مو بس فقط هي بالعيون، كل الأمراض في أحيانا مثلا في نقص، يعني في أمراض معينة مثل قليلة ما عندك انت مثلا قاعدة بيانات، أو مثلا عندك مسوحات تغطيها، فإحنا ما ممكن هاي نتركها للفراغ. اللي سويناه مثلا في بعض الأمراض اللي ما فيها معلومات، حاولنا أن نستخدم ذكاء صناعي أو موديلينج حتى نطلع أرقام مقاربة للمجتمع، أرقام مقاربة للحقيقة، قد لا تكون هي 100% لكن تخدم صناع القرار يستفادوا منها، ممكن تكون شوية أكثر شوية أقل حتى يصير عليها اتفاق بالنهاية. جميل جدا دكتور، لو شوية تحدثنا عن أهم النتائج اللي حصلنا عليها اللي تتعلق بأمراض العيون للصغار. نعم، بالنسبة للصغار، طبعا الصغار هم يعني شريحة كبيرة، يعني مو شريحة واحدة، يعني من أول يوم للحياة إلى مثلا عمر 18 سنة. طبعا مع المراحل هذه راح تكون مرتبطة بهم يعني أمور متعلقة بالعيون، أمور كثيرة. لكن الطفل أول ما يدي أهم مو مشكلة هي يعني مرض أو لازم نعطيه أهمية، هو اعتلال الشبكية الخداجية اللي هو يسموه ROP or retinopathy of prematurity. هذا يجي دائما عند الأطفال اللي يولدون يعني مو عمر كامل، أقل يعني يولدون بشكل مبكر، يعني تقريبا يعني يكون المرض عندهم 10% اللي يولدون بشكل مبكر، يعني يكون عندهم هذه المشكلة اعتلال الشبكية الخداجية، وهذه عادة هي تنحل بشكل تدريجي أو حتى بدون علاج، لكن في ناس نسبة بسيطة اللي هي 1 أو 2% ممكن تكون سيفير. احنا نريد نمنعها هاي يعني شدتها، نمنعها من خلال لازم احنا يعني نركز الولادات اللي تتم في قبل وقتها لازم نسوي لهم اللي هو ريتينال سكرينينج، يعني يكون كشف مبكر عليهم اول حتى الاطفال الخدج. نعم. قصدك دكتور؟ نعم الاطفال الخدج بالضبط. أيوة. دكتور نعم. لو تحدثنا شوي عن امراض اللي اكتشفناها للكبار ايضا دكتور. نعم، لما هو الطفل ينمو ينتقل لمراحل ثانية، في الكبار راح تكون المشاكل شوي مختلفة. طبعا هي يعني أول المشاكل اللي هي معتادة بكل الدول العالم، اللي هي منها الأمراض اللي هي قصر النظر وطول النظر واللابورية، هاي من كل مجتمعات العالم تكون موجودة في المجتمع، يعني يكون عليها أرقام عالية جدا. لكن أيضا لاحظنا بأنه يعني ما في دراسات، بس في يعني بعض الناس هايلايتد أو يعني أفرزوا بأنه في مشكلة الكيراتوكونس اللي هو القرنية المخروطية، يعني خاصة في الأعمار 20 إلى 24، يعني أتصور هاي نحتاج أن ننتبه إليها في المستقبل، يعني القرنية فيها تضخم وناس يعني في بأنه لاحظوها، خاصة اللي في فحصون النظر
الناس تروح لهم يلاحظون هذه المشكلة. أتصور تحتاج إلى متابعة في المستقبل ودراسات أفضل حتى نعرف المشاكل. طبعا بالبالغين هو أهم شيء اللي هو مرض الكاتاراكت اللي هو عنده مشكلة بال المياه البيضاء، يعني يسمونها المياه البيضاء بالضبط. هاي أيه. تكون نسبة يعني كبيرة بالأدلت. بعدين لما يعني هاي أهم المشاكل اللي تكون خلال مرحلة الأدلت. طبعا كل ما العمر يتقدم يوصل إلى الكبار تكون أمور أخرى ثانية إذا يعني غير هذه. دكتور، هل في نتائج إحنا اكتشفناها تخص فئة معينة من المجتمع أو أمراض معينة مرتبطة بالصحة العامة؟ بالنسبة للعيون؟ أي بالنسبة للدراسة اللي إحنا أجريناها. نعم نعم. مثلا بالنسبة للكاتاراك هو أكثر مرض بعد عمر 60 يكون. هو يبدأ مراحل 40 إلى 50، لكن تأثيره مثلا يبدأ بعد عمر 60 بالمجتمع. تقريبا معدل الإصابات اللي هو 2%، يعني وهذا طبعا علاجه سهل ويعني ممكن يشيله. طبعا اللي هو المرض الشائع اللي هو اكثر شيء اللي مؤذي يعني عاده هو الدايابيتيك ريتينوباثي، يعني اللي السكر له تاثير على الشبكيه، وهذا تقريبا حوالي يصيب 28 الى 40% من الناس المصابين بالسكري فوق ال 40 سنه، وفي اهتمام كبير لهذا المشكلة بحيث هناك عيادات خاصة متخصصة حتى الناس يتم فحصها بشكل مبكر حتى يحاولون أن يجتازون هذا المرض. بالنسبة في مرض معروف عالميا اللي هو Age Macular Degeneration أو التنكس البقاعي، هذا يصيب أكثر من 50 سنة، لكن هذا نسبة إصابات في الإمارات قليلة جدا معدومة، يعني مو مثل البقية ما له دور مهم. طبعا هناك المرض اللي هو الجلاكوما أو المرض الزرق أو ارتفاع ضغط الدم بالعين، هذا يعني يصيب الناس اللي هم أكثر من 60 سنة، وهذا يعني يكون دوره بالمجتمع تقريبا حدوده تقريبا 3.5%، خاصة أعمار 40 إلى 80 سنة. وطبعا هذا يحتاج مراعاة، لانه احد اسباب يعني عدم النظر بالمستقبل، يعني العمى بالمستقبل هو يكون الجلوكوما. دكتور كاظم العبادي، دائما الحديث معك شيق ومواضيعك جدا ممتعه ومفيده ايضا، شكرا على وقتك الثمين معنا، يعطيك الف عافيه دكتور. اشكرك دكتور، بالتوفيق ان شاء الله، شكرا جزيلا. كان معانا الدكتور كاظم العبادي. مستمعينا بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم لباقي حلقتنا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعينا على الأرقام 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، احنا كلنا نعرف ان التهاب الجيوب الأنفية الحاد والمزمن من المشكلات الصحية المزعجة اللي يعاني منها العديد من أفراد المجتمع، اللي لابد ان احنا نقي نفسنا منها ونعالجها بأسرع وقت ممكن إذا أصبنا فيها. حلقة اليوم راح نتحدث بالتفصيل عن التهاب الجيوب الأنفية الحاد والمزمن، ويسعدني ان يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور إياد سعيد حمام، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا استضافة. دكتور إياد، لو شوي تحدثنا عن إحنا شو نقصد بمشكلة التهاب الجيوب الأنفية الحاد أو المزمن. الجيوب الأنفية أولا هي مركبة موجودة بشكل طبيعي في عظام الجمجمة عند كل الناس تقريبا، ممكن تصاب بالتهابات. نوع الالتهابات بشكل الالتهاب الحاد أو الالتهاب المزمن.
تختلف طبعا أعراضها وأسبابها بحسب النوعين دول. لكن عموما أشعة والالتهابات الجيوب الحادة عند المريض خاصة بعد نزلات البرد تؤدي إلى انسداد في الأنف وبالتالي ضعف في تهوية وتصريف الجيوب الأنفية وتراكم المفرزات المخاطية في الجيوب وبالتالي التهابها. الالتهابات هي تؤدي إلى سيلان في الأنف، سيلان أمامي أو سيلان خلفي بشكل مفرزات تصبح مخاطية سميكة لزجة صفراء مائلة للخضرة، وطبعا يعاني المريض فيها من حمى، صداع، آلام في الرأس، آلام في الوجه والأسنان. الآلام هي تزداد بشكل أساسي، تتميز التهاب الجيوب الأنفية أنها تكون صباحية أكثر، تتحسن شوي أثناء النهار نتيجة التصريف اللي يتم أثناء النهار للمفرزات المتراكمة في الجيوب. وعموما هي الالتهابات الحادة تكون فيروسية السبب، لكن ممكن مع استمرار الأعراض لعدة أيام أنه تتحول ويصير في عنا التهاب بكتيري أو التهاب جرثومي فيها. لو عموماً تحدثنا عن أسباب هاي المشكلة، شو هي أسبابها؟ أسباب المشكلة هي بشكل أساسي الناس اللي عندهم مشاكل في الأساس، مشاكل في انحراف الحاجز الأنفي أو ضخامة القرينات الأنفية، يعني في عندي خلل في تهوية الجيوب الأنفية وخلل في وظيفة تصريف هذه الجيوب. أمراض الأشخاص اللي عندهم أمراض حساسية أساسا كمان أو أمراض مناعية ممكن أنه تأثر على وظائف الجيوب وتؤدي أيضا لالتهابات الجيوب. الأطفال اللي خاصة عندهم ضخامة الناميات أو اللحميات نسميها اللي موجودة خلف الأنف عادة ممكن أنه تعيق تهوية وتصريف الجيوب وتؤدي كمان لالتهابات متكررة بالجيوب الأنفية. طيب دكتور، من هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية؟ الأشخاص الأكثر عرضة هنا الأشخاص اللي أساساً عندهم مشاكل تحسسية في الأنف، في الأنف والجيوب الأنفية، الأشخاص المدخنين بشكل أساسي كمان، الأشخاص اللي مجال العمل عندهم مجال هواء غير نقي، معرضين للأبخرة، للغازات، للغبار، تطاير المواد في بيئة العمل، هذول من الأشخاص اللي معرضين بشكل أساسي. وبنفس بالدرجة الثانية مثل ما حكينا الأطفال اللي عندهم مشكلة ناميات ويتعرضوا بشكل متكرر لنزلات البرد ممكن يكونوا عرضة لالتهابات الجيوب أكثر من غيرهم من الناس. طبعا احنا حين عرفنا المستمعين عن الالتهاب الجيوب وليش تصير وشو هي الفئات، الحين نتحدث دكتور عن الخدمات اللي احنا نقدمها في هيئة الصحة في دبي حق اللي يعانون من هاي المشكلة الصحية. نعم، هلا الخدمات في هيئة صحة دبي متوفرة بإمكانيات عالية جدا، سواء على مستوى التجهيزات التشخيصية، على مستوى توافر الخبرات العلمية العالية، توافر العيادات اللي تستقبل المرضى بشكل مستمر وعلى مدار 24 ساعة في حالات الطوارئ، حالات الإسعاف، المخابر الموجودة طبعا متوفرة، بالإضافة إلى التعاون مع العيادات الأخرى خاصة العيادات الباطنية وعيادات أمراض التحسسية والعيادات أمراض المناعية. فالعمل يتم بشكل فريق، ممكن أن المريض يعني يصاب بالتهاب الجيوب يعالج من طبيب من قبل طبيب أسنان حنجرة، لكن بالمقابل لازم كمان يتم معالجة المشكلة الأساسية اللي هي المشكلة المناعية أو التحسسية واللي بتتم عند أخصائيين أمراض الحساسية والمناعة. يعني دكتور، يعني أنا مثلا إذا أعاني من التهاب في الجيوب الأنفية ممكن بس تشرح لي شو آلية يعني رحلة علاجي بتكون باختصار عشان المستمعين يستوعبون الأشياء اللي إحنا نسويها لهم في الهيئة؟ بالنسبة أولا الالتهابات الحادة غالبا مثل ما حكينا فيروسية المنشأ تتحسن بالعلاج المنزلي الطبيعي العادي اللي بنعرفه كلياتنا، فما في حاجة اساسا لزياره الطبيب الا دخلنا بمضاعفات او اختلاطات او استمرت الاعراض لفتره عده ايام بدون تحسن او استجابه، لانه ممكن تتصل فتبدا الرحله في حال اضطر زياره الطبيب، ممكن طبيب عام او طبيب ممارس او طبيب الاسره في المراكز الصحيه يبداوا هن بخطه العلاج الاولى. لما يشوفوا انه في حاجه لاستقصاءات اخرى او تدخل تخصصي او لا سمح الله حصل اي اختلاطات يتم تحويله بشكل مباشر
مشفى دبي لعيادات تخصصية الأذن والأنف والحنجرة، أو حتى في حالة الطوارئ إلى قسم الإسعاف مثل ما حكينا، متوفر دائما على مدى 24 ساعة في طبيب أخصائي أذن والحنجرة ممكن أنه يستلم الموضوع ويبدأ العلاج. فتبدأ القصة من طبيب الأسرة أو الطبيب العام الممارس. جميل جدا دكتور، احنا كيف ممكن نحصل على هاي الخدمات؟ هل يصير عن طريق ان تحويل من طبيب، او انا مثلا ممكن دايركت اي واحصل على موعد عند طبيب الانف والاذن والحنجرة؟ لو تشرح للمستمعين شو هي آلية حصولنا على مواعيد عندكم. بالنسبة للمراكز الصحية، في عدة عيادات موجودة بمراكز صحية مثل الصفا، ند الحمر، مراكز تابعة لهيئة صحة دبي، مراكز صحية. هالمراكز الصحية فيها طبيب الأسرة، وكمان فيها عيادات أذن أنف حنجرة متوفرة بأغلبها. قد لا تكون متوفرة على مدار الأسبوع، لكن بعدة أيام بالأسبوع متوفرة بهالمراكز، هي بعدة مراكز التابعة لهيئة الصحة بمدينة دبي. الأخصائي اللي هناك هو اللي ممكن يستلم الحالة ويتابع الحالة ويعالجها، لكن إذا اضطر مثلا إذا صار لا سمح الله مضاعفات أو احتاج مستشفى أو احتاج لخبرة أعلى، يتم تحويل المريض إلى مشفى دبي ليتم فحصه بمشفى دبي من قبل الأخصائيين والاستشاريين الموجودين بمشفى دبي. لكن الأطباء الطاقم الحنجرة هنا نفسهم أطباء الأذنية متوفرين في المراكز الصحية المختلفة اللي تابعة للهيئة. طيب دكتور، احنا تحدثنا عن اسباب حصول هذه الالتهابات الجيوب الانفية، بس انا هذه السؤال هذا جدا مهم بالنسبة لي انا يعني كطبيب صحة عامة، انا جدا مهم عندي اني انا اشرح لي المستمعين كيف انا اقي نفسي من اني انا اوصل اصلا لهاي المشكلة وهذا الالتهاب. لو تعطيني يعني بالتفصيل دكتور شو هو الاجراءات اللي الشخص يقدر يسويها عشان ما تتطور حالته ويتكون عنده هذا الالتهاب؟ هلا بالبداية اولا الوقاية هي الاهم، بحيث تجنب التهابات الطرق التنفسية العلوية مثل ما نزلات البرد، وخاصة بهالفترة هاي يعني مثل فترة الكوفيد. نفس الإجراءات تماما، الإجراءات اللي عم نعملها حاليا هي الأنسب للوقاية، هي لبس الكمامة، عدم المصافحة أو التقبيل، ترك تباعد اجتماعي، مسافة، تجنب المرضى. يعني احنا أنا عارف إنه إنه في مريض عنده نزلة برد، حاول قدر الإمكان ما يصير في تماس مباشر معاه حتى ما ينقل العدوى الفيروسية إلي، وبالتالي ممكن تختلط الحالة ويصير معي أنا كمان الالتهاب. الشغلة يعني خاصة المرضى الفئات المؤهلة بشكل عالي، كبار السن، ضعفين المناعة، أو اللي عندهم مشاكل تحسسية بالأساس. ونفس النقطة الثانية هي المرضى اللي بيعرفوا حالهم عندهم مرض، عندهم أمراض تحسسية، التهاب أنف تحسسي أو مرض الربو، التهاب الشعب الصدرية، أمراض أخرى مناعية مزمنة. هدول لازم يلتزموا بعلاجهم الدوائي أو توصيات أطبائهم المناعة والحساسية حتى ما تختلط الهجمة التحسسية وتتطور لالتهابات إنتانية بالجيوب الأنفية. النقطة الثالثة الابتعاد عن المخرجات ومسببات التحسس، أحيانا أنواع العطور، مواد التنظيف في المنزل، ببيئة العمل قدر الإمكان يلتزم بحماية نفسه. نرجع على موضوع كمان الكمامة، تجنب الهواء الملوث، طبعا الدخان بشكل أساسي بالنسبة للمدخنين. يعني المدخن دائما عنده مشاكل بالجيوب، لكن المشكلة مو بس المدخن، بيأثر كمان على المحيط اللي حوله، اللي قاعدين معاه، يعني حتى اللي قاعدين معاه ممكن يأثر عليهم بعد. تمام، هذا هو التدخين اللي نقصد فيه بالتدخين السلبي. انه لما عم اجاور انا مدخن، مو بس عم يضر نفسه، كمان انا عم يضر منه. وبالتالي لازم احاول اتجنب تواجد معاهم باماكن مغلقه. بالبيت مفروض انه نستخدم، نتاكد طبعا من سلامه، خاصه بمنطقه مثل مناطقنا هي، سلامه المكيفات، خلوها من العفن، تنظيف صيانتها الدوريه، تنظيف الدوري، تنظيف الفلاتر، هذا شيء مهم. تهوية المنازل بشكل جيد وبشكل مستمر، هاي من الأمور المهمة، لأنه هالمعلقات الموجودة بالهواء أو اللي ممكن تيجي عن طريق المكيفات ممكن تكون سبب لأنواع أخرى من التهابات الجيوب، وخاصة الفطرية منها.
طيب دكتور، ما أعرف، أنا يعني أستغل وجودك. في مرة حد ذكر لنا أن في أنت يعني عشان تقي نفسك أيضا من التهاب الجيوب الأنفية تقدر تسوي غسول الماي والملح هذه باستعمال البيدي هذا، فهل هذا الشيء صحيح يعني، ولا هذا شيء تجاري وما يمت؟ لا بالعكس، هذا شيء صحيح، هو جزء من العلاج في حال، لكن كمان كنوع من الوقاية، خاصة لما نتعرض لأي مخرجات خارجية أو نخليها عادة مثل فرشات الأسنان. ممكن الواحد يستنشق الماء العادية، يتنشق وينفر، أو مثل ما تتم عملية الوضوء عدة مرات في اليوم، الاستنشاق والنفر هذا بالعكس هذا تنظيف للأغشية المخاطية والمعلقات الموجودة داخل الأنف اللي ممكن أنه تدخل الجيوب الأنفية. فالغسول شيء مهم، وهي خطوة أساسية لعلاج مرضى الحساسية أو أسباب الحساسية، ولا علاج التهابات الجيوب في حال حصلت. يعني تنصح بيهم يعني ان يستعملون الماء والملح هذه غسول؟ هذا ترطيب ممتاز للاغشيه المخاطيه. اولا بيحافظ على ترطيب الاغشيه المخاطيه، والثاني مثل ما الذرات او المعلقات او المواد الممرضه، العوامل الممرضه اللي دخلت تعرضنا لها، خاصه في بيت العمل، واحد بعد ما يخلص من عمله او ست البيت بالبيت من الناس تعرضن. مع التعقيم تمام والأشياء هذه أحس زادت عندهم الحساسيات، للناس اللي أصلاً عندهم حساسية زادت عندهم وصار لهم تهيج من كثر استعمالهم لأدوات التنظيف هذه. فما أدري يعني دكتور، أنا مثلاً أنصحهم منهم يرتدون كمامهم أثناء التنظيف عشان يحمون نفسهم من الأبخرة هاي المتصاعدة، عشان ما يتهيج عندهم ما تتهيج عندهم الأغشية المخاطية. فأنت شو رأيك؟ صحيح تماما، الكلام هذا صحيح تماما، أنه المواد التعقيمية كلها مواد متطايرة. أي بالضبط، يعني موجود تطاير بالهواء، ما راح تكون بس على الأسطحة، ما راح تكون بس على أيدينا، راح نستنشقها بشكل أو بآخر، وبالتالي لازم عملية الاستنشاق والغسول للأنف بشكل متكرر. وأثناء استخدامها إذا خاصة في أماكن، إذا كان أماكن مفتوحة تكون مهواة بشكل جيد، أماكن مغلقة تنفتح تتهوى، ولبس الكمامة ضروري، وعدم التواصل التماس بشكل مباشر، يعني خلي قدر الإمكان أنه ما يكون متعرض بشكل مباشر إلها. دكتور إياد، هل في نصيحة أخيرة أنت حاب توجهها للمستمعين بخصوص مشكلة التهاب الجيوب الأنفية؟ المشكلة، النصيحة الأساسية هي الوقاية، يعني تجنب أي شيء ممكن أنه شيء غير طبيعي، شيء موجود غير طبيعي بالجو بشكل عام. المرضى نتجنب الاحتكاك معهم، عدم المبالغة باستخدام المطهرات والمعقمات، مواد التنظيف كلها هي مواد متطايرة، بالنهاية مواد كيماوية قد تكون لها تأثير سلبي، تأثير جانبي على الصحة العامة. المرضى اللي عندهم مشاكل تحسسية أو مشاكل مناعية لازم الالتزام بالابتعاد عن أي أسباب محسسات ممكن تصير نوع الحساسية عندهم، والالتزام بالأدوية، ما لازم نستنى لبين ما يصير في عندنا نجم هجمة تحسس حتى نقدر حتى نأخذ الدواء مثلا. صحيح. الالتزام بالدواء بشكل أساسي، الكثرة الإكثار من السوائل أثناء النهار، والغسول عدة مرات باليوم، خليها عادة مثل ما غسل الوجه وفرشات الأسنان، تنشيق والنفر عدة مرات في اليوم، هذا شيء صحي جدا. والمحافظة على الرطوبة، ممكن استخدام الفلاتر بالبيت أو استخدام أجهزة مرطبة قد يكون، ومثل ما حكينا صيانة المكيفات كمان شيء مهم في المنازل، الحفاظ على نظافة الفلاتر بشكل دوري، هذول أشياء مهمة جدا للوقاية من مشاكل التهابات الجيوب الأنفية. طبعا لما تكون الأعراض معندة أو في عندك تكرار بالهجمات، يجب زيارة الأخصائي لاستقصاء أسباب أخرى قد تكون موجودة، مثل انحراف الحاجز الأنفي، ضخامة القرينات الأنفية، وجود الناميات عند الأطفال قد تكون هي سبب لتكرار نوع الالتهاب. يمكن يضطرون يسوون عمليات جراحية عشان يعدلون هذه الأشياء إذا كانت يعني الحالة تستدعي ذلك أيضا دكتور. هذا كلام صحيح تماما، يعني مثل ما حكينا التهاب ضخامة القرينات الأنفية أو رجاج الحاجز الأنفي راح يؤدي إلى يتطلب تدخل جراحي بعد. حتى كثير من أنواع التهابات الجيوب المزمنة علاجها حقيقة جراحي، ما عاد ينفع فيها العلاج الدوائي، توصل لمرحلة العلاج هو جراحي. أسب شيء الوقاية من الوصول لهاي المرحلة، هذه جدا مهمة، أن احنا نحاول أن نمنع نفسنا أن تتطور حالتنا وتصير مزمنة، وبعدين نضطر أن نتدخل جراحيا عشان نعدل المشكلة هذه.
هذا الكلام صحيح تماما. الوقايه دائما هي الخير خير سلاح، يعني ما نصل ما نسمح للحاله تستفحل حتى نصل لموضوع الجراحه او المضاعفات لالتهابات الجيوب المزمنه. دكتور اياد سعيد حمادي، استشاري الانف والاذن والحنجره في مستشفى دبي التابع لهيئتنا، كل الشكر على معلوماتك القيمه ووقتك الثمين دكتور، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا، شكرا على الصداقه ان شاء الله. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. كان معانا الدكتور إياد وحدثنا عن المشكلة اللي ممكن الكثير منا يعاني منها اللي هي التهاب الجيوب الأنفية. يعني الدكتور عطانا معلومات جدا قيمة. أنا بس حابة يعني أنوه على بعض النقاط، خصوصا نقطة الوقاية، لأن مستمعينا أنا بالنسبة لي إن إحنا نمنع نفسنا من الوصول لمرحلة المرض هذه أنا بالنسبة لي جدا مهمة. فمعناته أني أنا أحاول أتجنب الناس المرضى بنزلات البرد عشان أنا ما أسوي الضغط على جيوبي الأنفية. إذا أنا كنت أعاني من حساسية فأنا أحاول أسيطر على هاي الحساسية اللي عندي، أتبع نصائح طبيبي وأتجنب الأشياء اللي تسبب لي هاي التحسسات. وبعد الدكتور نصحنا بأن إحنا نتبع الغسول اليومي اللي هو بالماء والملح عشان إحنا بعد نقي أنفسنا من أن جيوبنا تلتهب وتتطور الحالة، وعشان إحنا ما نضطر في نهاية المطاف ان نتبع اجراءات شويه تعتبر كبيره اللي هو التدخل الجراحي. هاي كانت حلقتنا لليوم اعزائي المستمعين. انا بس حاب اذكركم ان اللي ما حصل على موعد للحصول على اللقاح، انا انصحكم بالمبادره واخذ موعد لحصولكم على اللقاح، وخصوصا كبار السن عندنا اللي فوق 60 سنه، وخصوصا الاشخاص اللي يعانون من الامراض المزمنه اللي عنده السكري والضغط وامراض القلب والشرايين، اللي عنده مشاكل في الكبد والكلى، وحتى الأشخاص اللي عندهم سمنة مفرطة. أنا أنصحكم أن اليوم تدخلون لموقعنا في الهيئة أو أن تتصلون على رقمنا 800-342 وتبدأون تحصلون على موعد للحصول على جرعة لقاح كوفيد-19. لأن مستمعين احنا كلنا نعرف أن إذا لا سمح الله اتعرضتوا للفيروس وجاسكم المرض، أنتوا بتكونون من ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات. لذلك أنا أنصح أحكم أنكم تبادرون وتأخذون هذا اللقاح اللي هو متوفر في مراكزنا التابعة لهيئة الصحة في دبي. كل الشكر لحسن استماعكم، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لفريقنا في المتواجد في نور دبي، كل الشكر لمخرجنا اليوم أيمن، وكل الشكر لأحمد سلامة اللي كان معانا في التنسيق والمتابعة. كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.